مساء الخير عليكم، مساء الخير على احلى مشاهدين. وحشتونا من الاسبوع اللي فات. جينا لكم النهارده فقرات جديده، فقره بنات حواء للمطبخ النهارده هتكون مميزه جدا. فقرتنا النهارده بتاعت بنات حواء مختلفه تماما، وهنقدم فيها اكلات مختلفه تماما، كلها بتخص المراه وبتخص الاسره وخصوصا المرضى. النهارده هنكون معانا الشيف اماني محسن، دكتوراه تغذيه علاجيه، وهتقدم لنا النهارده اكلات تخص مرض السكري. مرض السكر للاطفال النهارده مرض السكر ان شاء الله. ازيك يا اماني؟ تمام الحمد لله. منورانا النهارده، وان شاء الله باذن الله هنكون مع بعض ان شاء كل الله حلقه ان شاء الله نقدم اكلات بسيطه وتكون مناسبه كل حلقة، كل تبقى حلقة خاصة بمريض إن شاء الله. كل حلقة خاصة بمريض إن شاء الله. طيب خلينا النهاردة هنبدأ بإيه؟ معانا أكلات إيه النهاردة؟ إن شاء وخصوصا الله للأطفال يا جماعة، إحنا هو الموضوع النهاردة المرضى وهتكون للأطفال كمان الموضوع النهاردة مناسبة. مهم جدا تمام. جدا للطفل اللي عنده سكر، اللي دايما بيعاني من طريقة الأكل في البيت، وبيبقى عنده رغبة إن هو ياكل حاجات كتير ويشرب عصاير كتير، وده بيبقى ممنوع عنه. كلميني الأول قبل أي حاجة، إحنا عايزين نعرف دلوقتي أخصائي تغذية علاجية، انت دكتورة تغذية علاجية؟ انا معايا دكتوراه خاصة بتغذية علاجية. تمام. انت حبيت ان انت تكوني دكتورة علشان يعني تفيدك مثلا في الاكلات انا شيف ولا اصلا؟ ايه علاقة الشيف لا دكتورة؟ انا شيف اصلا، خريجة سياحة وفنادق. تمام. بس من كتر ما انا حبيت المجال ودخلت فيه تمام. جدا، وكمان تخصصي اصلا الاساسي مش مطبخ، كان حلواني. تمام. بس حبيت المجال قوي، وحبيت اعرف ازاي ان انا ممكن اكل اي شخص بس بطريقه غير تقليديه. تمام. لان كل الاطفال بتزهق لما، وخصوصا الاطفال، يعني دي النقطه اللي انا بركز عليها قوي، ان الطفل بيزهق بسرعه جدا من الاكل التقليدي وهو مريض. واحنا كمان في 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 كل بيت مصري بيبقى فيه عادات سيئه وعادات بالظبط خاطئه، كده. فاحنا ان شاء الله في برنامجنا وفي فقرتنا بنات حواء هتكون مخصصه ان احنا نعدل العاده دي. الاخطاء. تمام، يلا نبدا تمام. بايه الاول؟ هنبدأ بالرز ان شاء الله. النهارده معانا رز ممكن يكون ناس كتير ما بتسمعش عنه، هو الرز البني البسمتي، وهو مفيد جدا جدا لمريض السكر وغير مريض السكر. رز بسمتي، رز بسمتي بني، هو رز بسمتي عادي خالص، بس تمام. هو لونه بني، ولما بيستوي بياخد اللون البني الداكن شويه. تمام. احنا هنبدأ الاول نعمل رز ايه؟ هنبدأ نعمل الرز مسلوق. رز وممكن مسلوق. ما نعملوش مسلوق، ممكن نعمله باي طريقه تانية هم بيحبوها، ولكن الافضل والصحي ان هو يتسلق الاول، وبعد كده بنديله اضافات تديله طعم كويس علشان الطفل يقدر ان هو يستقبله. تمام تمام اوكي. مقاديرنا على الهوا يا جماعه اللي يحب يصورها. الرز كده مقاديرنا، رز بسمتي 200 جرام رز بسمتي بني، طبعا حسب الكميه اللي انت عايز تعمليها، لكن ماكسيموم الكميه دي هتعمل معاكي تقريبا 3 اطباق. الكميه دي اللي هي قد ايه؟ الكميه دي اللي هي 200 جرام هتعمل معاكي 3 اطباق رز بسمتي. تمام، ده لو انت بتاكلي طفل. طيب احنا يا جماعه بنقول برضو بالمقادير وتاكل كام شخص عشان ما يبقاش فيه تهدير لاي حاجه. بالظبط كده. تمام. عندنا الملح خفيف جدا جدا جدا، ومش هنحطه مع الميه علشان ما ياخدش الفايده بتاعت الرز اللي احنا عايزينها، لان الرز ده بقاش فيه اصلا نسبه نشا عاليه ولا حاجه زي الرز البلدي. تمام. وورق لوري والقرفه دول هينزلوا معانا مع الميه على النار. تمام، يلا نبدا. رز بسمتي بني، وافضل حاجه ليه ان هو يتسلق. تمام. لان هو يعني انت كده كده هتضيفي له الزيت اللي انت محتاجاه بس بعد ما يتسلق، وهتدي له اي طعم زي ما انت عايزه. لكن انا يعني انا هاكل في الاخر رز عادي. هتاكلي رز عادي بس صحي. بس صحي حتى. تمام. لو انا مش مريضه او مش مريضه سكر او مش مريضه اصلا، وعايزه احافظ على صحتي واحافظ على وزني واحافظ على كل حاجه عندي صح مظبوطه، وامشي على هرم غذائي مظبوط، احاول دايما ان انا اقرب للحاجات اللي هي بعيده عن النشويات شويه. يعني ممكن تعملي الرز البسمتي العادي بنفس الطريقه اللي احنا بنعملها بتاعه الرز البني، لكن احنا بناكد ان الطريقه دي اصح بكتير للاطفال. تمام. احنا يا جماعه ان شاء الله الشيف اماني هنمشي على الهرم الغذائي علشان ناكل كلنا اكل صحي مع الشيف اماني محسن. احنا كمان هنعمل الخضار النهارده بطريقه غريبه شويه. في حاجه بس انا عايزين نقول للساده المشاهدين ان الرز الابيض كوبايه منه 204 سعر حراري،
ده اقل منه؟ اقل منه كتير. كوبايه تقريبا كام سعر؟ كوبايه منه تعمل 100 سعر أقل. حراري. اقل منه كتير. تمام. اقل منه كتير جدا لانه ما فيهوش نسبه نشويات اصلا. تمام. حتى الميه بتاعته بعد ما تخلص هتبقى ميه صافيه. لا احنا ما حطينا، احنا حطينا قد ايه رز؟ حطينا 200 جرام رز. 200 جرام رز قد ايه ميه؟ وتقريبا عشان الرز البسمتي ده فيه ستات كتير ما تعرفش ان هي تشتغل بيه. لا احنا مش احنا مش بنسويه على النار، احنا بنسلقه. فانت ممكن الميه دي تحطي قد ايه مش مشكله، لكن المهم ان الميه تبقى اكتر من الرز مثلا يعني بثلاث اضعاف. تمام. عشان انت بتسلقيه مش بتسويه تسويه عاديه. تمام. النهارده كمان الخضار اللي احنا عايزين نعمله هنعمله بطريقه مختلفه شويه. تمام. غير الطريقه التقليديه اللي هي شوربه الخضار. احنا هنعمل خضار اذا كان نعمل رجيم او بالظبط كده. لو مريض ياكل برضو مسلوق برضو بيزهق. تمام. النهارده هنعمل ايه؟ احنا هنعمل النهارده خضار عباره عن بطاطس وجزر وبسله، بس هنعملهم على الجريل. خضار سوتيه؟ خضار سوتيه بس على الجريل. على الجريل. تمام. هو ده يعتبر مسلوق بس مش مسلوق جدا. مسلوق بنسبه مثلا 30%، وهنكمل الباقي على الجريل علشان يفضل طعمه مسكر، ما يبقاش حاجه مسلوقه قوي وتهرت وملهاش اي طعم ولا ليها اي فايده غذائيه. تمام. تمام كده. ممكن ننزل بالخضار. احنا هنا هنستخدم معانا زيت رز. طب قولي لنا طيب الخضار عشان يعرفوا برضه. انا هقول لك والله وانت معايا. قولي وانت بتحطي. اوكي. هنستخدم كمان حته زبده صفراء صغيره جدا. اوكي. مع الزيت بتاعي. احنا نفضل الزبده الصفراء يا اماني ولا الزبده الصفراء لان هي ولا الزيت؟ لا ممكن علشان الطعم ما يبقاش عادي وما يبقاش رخم وما يبقاش تقيل على اي حد. ان يبقى فيه قطعه زبده صفراء بس بسيطه جدا. احنا عايزين ناكلهم اكل صحي. ده اكل بطعم جميل. بالظبط كده. تمام. يعني النسبه دي مش هتعمل اي مشكله لاي حد، وكده كده اي حد لازم ياكل نسبه دهون، لازم يخش جسمه نسبه دهون. تمام. اوكي. هننزل الجزر والبسله. طب البسله دي مسلوقه برده ولا؟ لا البسله دي واخده بس بخار. تمام. يعني نزلت على البخار بس. طب ريحه الرز بقت عامله ازاي؟ فعلا ريحتها طلعت. هو مش محتاج اكتر من كده لان في اطفال ما بتحبش. طب انا اعرف ازاي ان الرز ده استوى؟ لان هو هتشوفيه دلوقتي مشكله. لا هو مش مشكله خالص. الستات البيوت ما بيعرفوش. لا هو مشكله في حاله واحده عجل بس. يا يطلع ناشف. لا هو مشكله في حاله واحده بس. لو انت بداتي تستخدمي يعني في ناس بتستخدم له مكيال وفي ناس بتستخدم له ميزان، فكل نوع رز بيبقى مختلف عن التاني. تمام. البطاطس برده معانا مسلوقه. في الاخر السوتيه ده مش هيبقى طعمه خضار سوتيه، هيبقى حاجه مسكره الولاد بتاكلها. يعني النتيجه بتاعته في الاخر بعد اللي احنا بنعمله ده هيطلع حاجه مسكره، مش هتطلع حاجه خضار في شوربه اكيد العادي بتاعهم. وبصراحه بحس ان الاطفال بيحبوا اكتر بيحبوا الالوان، كل الالوان، وبيحبوا اكتر الحاجات المشويه، وبيحبوا الحاجات اللي هي الاكتر بره مش في البيت. فالمفروض ان انتي مثلا احنا لما بنروح اي مطعم بنختار خضار سوتيه. بالظبط كده. بيعجبهم جدا، لكن يجي نعمله في البيت. لكن تيجي تعمليه في البيت لانك انتي بتعمليه بطريقه تانية خالص غير الطريقه اللي احنا بنعمله بيها. تمام. بس ان شاء الله يا جماعه احنا مع الشيف اماني هنقدم اكلات صحيه مفيده للمرضى وكمان للاطفال. تمام. طبعا ده ممكن ينزل على شوايه، ممكن ينزل على جريل من غير زبده، بس ياخد نقطه زيت بسيطه جدا. تمام. علشان يبقى فيه شكل زي ما انت شايفه كده اللون ده. نعم. يبقى فيه تيست. ده كمان لمعه حلوه قوي. اللمعه دي بسبب ان الحاجه نزلت بخار الاول وطلعت. تمام. بعد كده بقى بتقدري تشويها باي شكل. حتى لو هتدخليها الفرن، لو انت ما عندكيش جريل على النار كده ممكن تدخليها الفرن، ما فيش فيها اي مشكله خالص. وكمان هي كمان ايه، بسبب ان هي نازله بخار ما بتاخدش معايا وقت اصلا. ساعدك في حاجه اقطع اعمل حاجه ولا لا نطبخ مع بعض؟ انا لسه ملبس واعمل اي حاجه. هاتولي اتفضلي. لا انا البس انا جوانتي وادخل معاكم في الموضوع ده. هقطع الجديد كمان النهارده. بحب المطبخ ما تخافيش. ان احنا هنعمل له عصير. عصير في البيت المفروض ان هو يستخدمه على الاقل 3 مرات في اليوم.
عصير لطفل احنا بنتكلم السكر لمرضى السكر تمام كطفل او كبير مفيش مشكله تمام. ايه اللي ممكن ايه العصاير اللي ممكن مريض السكر يشربها؟ يتقطع مريض السكر يشربها. احنا عاملين النهارده حاجه مختلفه شويه تمام. قولي لنا كده العصاير اللي ممكن مريض السكر يشربها. احنا عاملين ايه النهارده؟ شكل الخضار بقى عامل ازاي؟ اه تحفه كده خلاص كده استوى كده خلاص استوى وجهز معايا تمام. عندنا برضو النهارده حاجه مش معتاده ومحدش بيستخدمها كتير في البيت. ايوه كلنا بناكل فراخ 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 يا لحمه والاطفال كلهم ما بياكلوش اللحمه بالظبط كده. هو في ناس كتير جدا ما بتدورش على الارانب بس هي مفيده جدا ومهمه جدا وهي كمان كلحم هي افيد واحسن من الدجاج وفي نفس يعني في نفس الوقت هي في نفس لون الدجاج فلو انت حتى عايزه تاكليها لطفل هتقدري ان انت تاكليها له وتقنعيه بيها. قيمتها الغذائيه عاليه قيمتها الغذائيه عاليه جدا 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 وهي مفيده قوي يعني المفروض ان احنا على الاقل ناكلها مره او مرتين في الاسبوع ده لو طبعا احنا مش مرضى. متعودين تلبسوه بسرعه انا مش عارفه بصراحه في مشكله عندي. اديني بقى اقطع اقطع ايه؟ اقطع لك بصل؟ اقشري اقشر دي؟ طيب احنا دلوقتي خلصنا احنا دلوقتي خلصنا الخضار السوتيه الخضار السوتيه بتاعنا تمام اوكي تمام. طبعا الكميه دي كبيره انت ممكن تعملي لو انت هتعملي احنا الكلام ده بنعمله لثلاث اشخاص لا احنا عايزين قشره التفاح احنا عايزين اقشر الاناناس بس يا فندم. شو انت قشري قشري الاناناس مش التفاح بلاش ده نقشر ده نقشره ازاي بقى عشان نتعلم قشري كده كده ايوه في نفس الجريل اللي انا عملت فيه الخضار بتاعي اتعلموا معايا التقشير ازاي ازاي نقشر كل الناس ما بتعرفش تقشر الاناناس ده لا فندم. وريني يا فندم اهو يا فندم اه طب خلاص اوكي اوكي خلاص اوكي اوكي خلاص في نفس الجريل اللي احنا عملنا فيه الخضار عشان الارنب ياخد نفس طعم الخضار لان ده مش مسلوق يا جماعه ده ني تمام ومعاه بصله مفرومه اوكي وعليها ملح وفلفل بساط جدا هو احنا مش محتاجين ان احنا ندخل فيها ملح وفلفل غير بنسبه بسيطه قوي الارانب الأرانب. الارانب اللي كل الناس ما بتاخدش بالها منها كل الناس تقريبا كتير ما بتحبهاش معرفش ليه مع انها مفيده جدا هي مفيده جدا على فكره جدا وشكلها على فكره يا جماعه بصوا يعني ومش هتاخد وقت في السوا شكلها شكل الفراخ خالص هي شكلها فعلا شكل فراخ اه نعم هي طيب. شكلها فعلا شكل الفراخ وبعدين في حاجه تانية كمان هي ما بتاخدش وقت في السوا طيب وتقدري تطلعي منها اي حاجه تانية خلينا نشوف في معانا اتصال سناء من الجيزه اهلا وسهلا اتفضلي اهلا بيك مساء الخير اهلا بحضرتك اتفضلي الله ينور عليكم ربنا يحفظك ربنا يحفظك اخر جمال يعني ربنا يخليك يا استاذ سناء اتفضلي ليكي سؤال ممكن اسال شيف اماني عايزه اسالها سؤال بعدين اتفضلي شيف اماني معاكي او دكتور اماني مساء الخير يا شيف مساء النور اتفضلي تسلم ايدك ميرسي بسألك بالنسبة لحبوب الخردل أنا عندي حبوب خردل تستعمل في إيه؟ وإيه اللي ينضاف معاها إن هي تدي تست كويس يعني؟ هي بصي هي يعني لأي حاجة فيها زفارة ممكن يعني تنهيها خالص حبوب الخردل تحط على السلطة؟ تحط على السلطة بس بكمية بسيطة هي كده لو ما بجيبها كده ولا بتتحمص ولا لا بتتحمص هي صح. المفروض إن إحنا بنطحن كمية بسيطة كمية بسيطة للاستخدام من غير ما تتحمص؟ لا من غير ما تتحمص هي ما بتحتاجش ان هي تتحمص شكرا جدا لاتصال حضرتك حبوب الخردل دي احنا ما حدش عارفها الخردل اللي هو المستردة اه المستردة المفروض ان احنا بنفرمها وبنستخدمها دايما مع يعني اي مرنين نعمله لفريخ للحمه لان هو بيضيع نسبه الزفاره خالص يعني تمام لان في ناس كتير جدا بتغسل البروتين بملح وليمون وكلام من ده الكلام ده كله غلط طيب الصح الصح ان البروتين انا اول مره قعدت مع حضرتك بصراحه طلعت باكل كل حاجه غلط انا كل حاجه احنا بنعملها غلط تمام فعايزين احنا جايبينك عشان تقولي لنا كل حاجه صح كلها صح المفروض
ان اي بروتين بيجي فريش بيتحط لمده ساعه على الاقل في الفريزر، وبعد كده ببدا ان انا انزله واستخدمه واشطفه بميه بسيط، مش كميه ميه كبيره جدا ولا ملح ولا ليمون، لان الكلام ده بيضيع نسبه البروتين يعني اصلا. انا اول ما اجيبه احطه في الديب فريزر، اي بكتيريا فيه نشطه خلاص بتنتهي. تمام. بس كده معلومه مهمه جدا دي. وبعدين انزله وبعد كده انزله اغسله بايه بقى؟ اغسله بميه عادي خالص واستخدمه. اغسله بميه عادي مش ملح بقى وخل لا 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 وليمون وبنقعد نفرك في الحاجه. افضل حاجه كمان بالنسبه للبروتين والخضار ان احنا ما نشيلش اي حاجه تتخزن في الفريزر خالص. احنا حطينا هنا شويه زيت زيتون مع زيت الرز. معلش هو واضح ان الاتصالات هتبقى كتير النهارده. لا لا مفيش اي مشكله، كلنا عايزين نستفيد. احنا هنستخدم بس شويه فلفل ابيض صغيرين. ده فلفل ابيض. فلفل ابيض. تمام. نشوف مي. السلام عليكم. عليكم السلام. اهلا وسهلا. وشويه زعتر. السلام عليكم. علشان اهلا وسهلا يا مي، اتفضلي. لو سمحت كنت عايزه اسال الشيف اماني سؤال. اتفضلي الشيف معاك. اتفضلي. هو الرز البني ده بيتجاب منين؟ من اي ماركت كبير، اي مكان هتلاقيه. اي ماركت كبير. الابيض والرز البني ده هتلاقيه، ما تقلقيش. ليكي سؤال تاني؟ اي سؤال تاني؟ لا شكرا بجد يا شيف، اكلك تحفه جدا، ربنا يخليكي. شكرا حبيبتي على اتصالك. شكرا ليك. انا قشرت ده. انا ممكن اخد بس حاجه بتاعتي؟ تمام. انا قشرت ده، عايزه اعمل حاجه تاني؟ لا احنا بس هنعمل عصير اخر حاجه. ممكن تقطعي لنا التفاحه دي وتظبطيها؟ اقطعها؟ ممكن يا فندم؟ ازاي؟ قطعيها ما تقشريهاش، احنا عايزين القشره. والله العظيم بصي انا دخلت فيها في الاول بعدين دخلت على التقشير. دخلت يعني انا كنت فاكره ان هو كان تقطيع. بصي احنا لينا تقطيعات خاصه في البيت طبعا غير كنتو يعني. طيب احنا النهارده معانا سلطه خضراء؟ معانا سلطه خضراء. طب نبدا في السلطه؟ حاضر. وانا هقطع لك انا السلطه. طماطم وبصل وثوم مفروم وفلفل رومي. ممكن السلطه يا جماعه ممكن لو انا مش عايزه فلفل رومي اخضر وعايزه ادخل الوان، بس طبعا بيبقى فيه تغيير كل مره، لكن احنا المره دي هنشتغل بفلفل اخضر ونعناع اخضر عشان يدي تيست. ممكن بدل النعناع لو انا بحب الريحان استخدم الريحان. تمام. مقادير على الهواء يا جماعه. ماشي. مقادير على الهواء. وده حمص شام، مش حمص اي حاجه تانية، بس احنا يعني مسلوق ومفصول نصين على اساس ان هو يبقى بسيط مع السلطه. هي سلطه خضراء بس ليها برضو قيمه غذائيه ان احنا حاطين الحمص. تمام. السلطه الخضراء طبق منها نص كيلو بيعادل يا جماعه 105 سعر. احنا ناكل سلطه طول النهار هنخس. لا احنا مش عايزين ناكل طول النهار سلطه. احنا عايزين انا نمشي. اكل طول النهار. احنا عايزين نمشي على هرم غذائي مظبوط، ما ينفعش تفضلي طول الوقت تاكلي حاجه واحده بس، علشان ده اصلا بيخلي جسمك يضعف. بس هو ايه مش بيفيد جسمك. ماشي. ناخد اتصال. ماشي ناخد اتصال. هبه اهلا. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا شيف؟ تمام الحمد لله. اتفضلي شيف معاكي. البرنامج بتاعكم هايل جدا وانا مبسوطه جدا اني بتواصل معاكم. شكرا جدا ليكي. ربنا يخليكي يا رب. لو سمحتي ممكن اسال سؤال؟ اتفضلي. عايزه طريقه سهله للكفته وتكون صحيه. ماشي حاضر. احنا الشيف اماني ان شاء الله هتقدم لكم كل الاكلات الصحيه باذن الله. طيب هينفع تقوليها دلوقتي ولا ممكن؟ لا ممكن بعدين. طيب ممكن ان شاء الله في حلقه من الحلقات هنعمل لكم كفته صحيه ان شاء الله. ان شاء الله. نكمل شكرا السلطة. جدا لاتصالك يا هبة. معانا بقدونس وشبت وزيت زيتون وشويه دبس رمان وزعتر اخضر. الملح بقى يفضل ما يتحطش، في ناس تحب الملح جدا. هو ده قطعه صغير؟ لا كده قطعيه بس كده. ما شاء الله عليكي قطعتي التفاحه جميله. انا مش عارفه نص بس كفايه. ما انا هتعلم. ماشي اوكي. كده يعني اقطعها نصين كمان؟ اه. طب احنا دلوقتي بنعملها مثلا هنعملها بقشرها في ال احنا عايزين قشرتها لان هي فيها فايده. وبعدين العصير ده زي ما بنقول كده هو ايه خاص لمريض السكر. فانا مش عايزه اضيف عسل ولا عايزه اضيف سكر بني. تمام. ايوه عايزه تعملي العصير؟ ما شاء الله النهارده تسقع. ماشي انا مساء. طيب ماشي اوكي. مش عايزين اعمل حاجه. العصير بقى احنا هنا بس عشان بس يعني اديني دي كده ولا عشان ما نلخبطش؟ لا 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 عادي. لا عادي مفيش مشكله. السلطه
ده ايه؟ طيب معانا اتصال، استاذه رضا اهلا وسهلا. استاذ رضا. الو السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك، انا ممكن اتواصل مع الشيف اماني لو سمحت؟ اهلا وسهلا شيف معاك. اهلا بحضرتك، كنت عايز اسال بس الشيف اماني ازاي اعمل فراخ كنتاكي للاطفال في البيت، لان طبعا ولادي مدمنين حاجه اسمها فراخ كنتاكي، فانا كنت عايز طريقه صحيه او خلطه قريبه للفراخ كنتاكي واقدر اعملها في البيت. ماشي حاضر. وعايز اعرف السوتين اللي حضرتك عملتيه ده، هو ده السلق يعني الاول؟ يعني طب سؤال بس، هو حضرتك اللي هتعمل الفراخ؟ اه مفيش مشكله، انا بحب الطبخ جدا. يعني انت اللي بتطبخ؟ حلو جدا. انا ما عنديش مانع ان انا اطبخ. ولا في بقى مشاركه بين الزوج والزوجه كده اللي هو؟ في مشاركه بيني وبين الزوجه. ربنا يخليكم بعض يا بختها بجد بجد. حاضر يا فندم. اخيرا بقى لينا متابعين رجاله بيطبخوا كمان. شكرا لحضرتك استاذ رضا. السلطه فين؟ السلطه اهي. ما عملناش السلطه. السلطه اهي معانا. اتفضلي كده. وده ايه؟ طلع ده التكمله بتاعت العصير يا فندم. ده رايح جاي مش عارفه بيعمل ايه. اه رايح جاي. طب قولي السلطه. احنا بس عايزين نصفي الرز بتاعنا ده الاول. اوكي. احنا مبسوطين جدا جدا ان في مشاركه بين الراجل والست في المطبخ. ده حلو جدا. يعني حاجه رائعه، احنا بنحيي استاذ رضا بصراحه. كده احنا حطينا الملح؟ لا. على الرز؟ اه؟ لا. طب هنحطه امتى؟ هنحطه في الاخر خالص. مركزه انا مركزه. لا طفيش. هنحطه في الاخر خالص. تمام. المهم ده شكل الرز. تمام. ده مستوي 100% كده. تمام. تمام. جاهز على الاكل. كل اللي فيه القرفه، ورق اللوري، وايه؟ وروز ماري، حاجه بسيطه جدا. في ناس بتحب وناس لا. ماشي، نبدا بقى في السلطه؟ نبدا في السلطه. يلا. شكلك انت مع مع التفاح. حاسه أيوة. كده شكله هو مع التفاح. احنا ما قلناش حاجه مهمه جدا في الارانب. الارنب سعراته الحراريه قليله جدا. قليله جدا. كل ربع ارنب ايوه 300 سعر حراري. تمام. صح؟ احنا بنديكم يا جماعه السعرات الحراريه بتاعت كل حاجه علشان تبقوا بتاكلوا وانتوا عارفين انتوا عارفين بتاكلوا ايه. اه انتوا يعني انتوا بقى اللي هتحكموا هتقدر تاكل ايه وما تاكلش ايه. وبعدين في حاجه تانية كمان، انا ممكن ما اكلوش بالطريقه دي، ممكن اشويه زي الفراخ، ممكن اعمل فيه اي حاجه زي ما انا عايزه زي الفراخ بالظبط، مفيش اي مشكله خالص. يعني ممكن اسلقه. اه مشهور قوي. بس 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 يعني 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 بجد بالأهل. انا ما بفضلش ان هو يتسلق. الحاجة لما بتتسلق قيمتها الغذائية بتقل. طب انا نفسي مثلا في الملوخية بالارانب. مفيش مشكلة. عادي؟ عادي. ماشي. دي الطماطم. تمام. بقدونس. اوكي. شبت. وفي ناس كتير جدا ما بتقربش للشبت في السلطة خالص. لا انا بحط شبت وبقدونس وكزبرة كمان. هي نسب بسيطة مع الطماطم. بتبقى جميلة جدا. اوكي. وهي الوان بتظبط معايا الشكل العام. سلطه خضراء، الطبق نص كيلو بيعادل 105 سعر حراري. فلفل رومي، ممكن قلنا بدل الفلفل الرومي لو احنا مش عايزين فلفل رومي نحط فلفل الوان. نعناع او البديل للنعناع لو انا بحب الريحان وعندي ريحان فريش ممكن استخدم الريحان مفيش مشكله. ممكن بقى جزر. لا السلطه دي بلاش جزر. احسن حاجه ليها ان هي تبقى بالشكل ده علشان كل يوم يبقى عندي نوع سلطه، ما يبقاش كل يوم السلطه الخضراء بنفس الشكل ونفس الستايل. يعني انا ممكن مثلا مره اغير مثلا الفلفل واحط جزر. ممكن ده حمص شام. ممكن يبقى لو انا مش مريض سكر ممكن احط ذره صفراء، لكن الافضل دلوقتي عشان انا مريض سكر فانا محتاج الحاجات اللي هي فيها فايده ليا او تظبط معايا السكر بتاعي ما ترفعوش. يعني الحمص بيظبط السكر. الذره هيرفع السكر لان هو فيه نسبه سكريات ونشويات عاليه جدا. تمام. حطي يلا. اوكي. احط ده في هنا. طيب ماشي. عادي كده ولا شغاله؟ انا عايزاكي بس تقولي اللي انت بتحطيه. انا بحط دلوقتي التفاح، قطعناه ما قشرناهوش، التفاح بقشره اهو زي الفل. وده ايه؟ اناناس. ده ايه لازم؟ ده اناناس. قطعيه بس كمان. هنحطه معاه كمان؟ اه هنحطه معاه. قطعيه بس كمان لو سمحت.
انا هحط مع السلطه بصل احمر، ممكن بصل سكري. البصل السكري مفيد جدا، ما فيهوش اي مشاكل، مش عشان هو حاجه مسكره فهو فيه مشكله، لا تمام، هو بيدي بس طعم مختلف وطعم احسن شويه. اوكي. كل اللي انا هحتاجه ان انا احط فصين ثوم على السلطه. اللي ما بيحبش الثوم مفيش مشكله، بس هو افضل ان مريض السكر دايما يخش له بصل وثوم، لان ده برده بيظبط السكر بتاعه. البنجر ده ايه، مسلوق؟ البنجر ده مسلوق يا جماعه، ومهم جدا ان احنا ناكله باستمرار. وريه بس كده لل قطعه برده للمشاهدين. لا هو كده كويس، مش محتاج تقطيع اكتر. ده بنجر اهو لكلنا، يعني يعتبر مش واخدين بالنا منه او ناسينه. في ناس كمان يعني ما تعرفش البنجر، عارفه الشمندر. هو الشمندر هو البنجر. البنجر فايدته ان هو اولا البنجر من الحاجات المهمه جدا جدا اللي بيعملها دلوقتي، ان هو بيحارب الكانسر. تمام. وبيحارب السكر في الجسم، واحنا اصلا مش واخدين بالنا في الدم منه. واحنا اصلا ما بناكلوش اصلا. يعني زمان انا كنت بشوف مامتي بتستخدمه لما تيجي تعمل حاجه مخلله مش اكتر. لكن هو ليه فايده كبيره جدا، المفروض ناكله بشكل كويس قوي وبشكل كتير. المفروض ان اي حاجه لونها احمر متهيألي نفس الفايده. لا ليه؟ العنب احمر هل بنفس الفايده؟ طبعا لا. احط تاني ولا كفايه كده؟ حطي تاني. احنا يلا احسن، احنا خلاص كده خلصنا. نقرب احطه كله؟ خلصنا البصله من الجريل. احطه كله؟ حطيه كله مفيش مشكله، كله فوايد. اوكي. احنا كلنا يا جماعه لازم ناكل البنجر ده، لازم نرجع تاني ناكل البنجر. على فكره طعمه مسكر جدا، انا كنت عايزاكي تدوقيه كله قبل، تدوقيه منه قطعه قبل ما تحطيه كله. خلاص بقى انا حطيته. هحط ميه؟ لا، هتحطي دي الميه اللي سلقنا فيها البنجر، واحنا بنستخدمها للعصير. دي ميه البنجر؟ دي ميه البنجر. ما هي هو ده، هي دي الخلاصه بتاعه البنجر. تمام. يعني انا ممكن اعمل عصير بنجر كده عادي واشربه؟ ايوه طبعا. احط قد ايه؟ وما بيبقاش ما بيبقاش طعمه بنجر كلها؟ حطي كميه كلها. تمام. العصير ده عباره عن تفاح، اناناس، بنجر، وميه البنجر، ودي مهمه جدا ان انتوا تستخدموها. ويا ريت لما نيجي نسلق بنجر يبقى الميه قليله جدا، ما تبقاش كتيره. اقفلهولك انا؟ مش عارفة. اتفضلي فانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب ممكن ننزل مقادير العصير يا جماعة. العصير قلنا تفاح. اناناس وتفاح. تفاح واناناس وبنجر. بنجر مسلوق. صح يا امل؟ ايوه بنجر مسلوق. مهم جدا البنجر يبقى مسلوق. كلنا ما بنعرفش ان نعمل عصير. انا حطيت شويه زيت على الرز. تمام. مش عايز عشان تقريبا انت قطعتي القطعه كانت كبيره شويه، بس عادي ممكن تصبيه دلوقتي. ابتدى يشتغل. برضو الملح، حاجه بسيطه جدا جدا على الرز. مش عايز. طب ممكن تفضي مني شويه وترجعي تاني؟ تفضي منه شويه؟ تفضي منه ازاي؟ انت عايزه دي؟ لا مفيش مشكله. طب خدي كده، خدي الزيت، فضي انت مش عارفه. طيب احنا محتاجين الميه دي عشان تمشي. انت هترجعيها تاني؟ طب حطي كمان، حطي كمان. طيب اوكي. احنا حطينا هنا على الرز شويه الزيت اللي احنا محتاجينهم، وحطينا حبه ملح صغيرين جدا. ويا ريت يعني لو الشخص ما بيحبش الملح يبقى احسن ان هو ياكل بدون ملح. ممكن يستبدل الملح بالليمون.
هي فين؟ اتفضلي. شكرا. ممكن تسيبيني انا؟ ممكن تسيبيني انا؟ معلش عشان واضح ان انا ماليش في الموضوع ده. اشوف انا ده؟ اوكي شوفي. الله الله. شمعت الروز؟ انا حبيت الارانب. صدقي انا ما باكلهاش فعلا. زي نص مصر ما بتاكلهاش يعتبر. احنا كده حطينا. طب نشيل لك الحاجات دي كلها علشان. تمام خلاص يلا نغرف. انت عايزه ايه تاني؟ لا خلاص خلصت. احط لكم الحاجات فين؟ السلطه خلاص خلصت. اوكي عايزه بس شويه بيبس رمان شويه زيت زيتون كمان. اه كمان ماشي. احط ال خلاص كده. انا لازم اتعلم الشياكه برضو يعني التقديم برضو ليه فن. شفتي بقى صح كده ولا صح كده؟ تمام. الرز كده خلاص صح؟ الرز خلاص. احط لكم ده فين؟ احطه لك هنا كمان. ها تمام كده ولا ايه؟ حاضر. طبعا احنا قدمنا النهارده اكل صحي لمرضى السكر والاطفال، وبرده ممكن اي حد ممكن ياكله عادي. خلاص بقى مش مشكله. خلاص مش مشكله. هو ده دول على ده قدنا. شكل العصير كفايه عشان اشربه. لان واضح ان انا اللي بوظت الدنيا. احنا طبعا قدمنا النهارده خضار سوتيه، قدمنا رز بني، قدمنا ارانب، قدمنا سلطه خضراء بشكل مختلف. شكرا ليكي جدا يا اماني، وشكرا على الاكلات الجميله. وان شاء الله كل حلقه ان شاء الله هنعمل اكل صحي ومفيد لكل الاسره. عايز تقولي حاجه؟ لا طيب. هنطلع نشوف فيديو ونرجع تاني نكمل فقراتنا.